هي كم عدد متحدثي اللغة العربية في كل دولة من هذه الدول؟ أو بالأحرى، ما هي النسبة المئوية لمتحدثي اللغة العربية كلغة أم بين سكان هذه الدول؟ لأننا كما نعرف هناك الكثير من الأعراق والجنسيات المختلفة التي تعيش في هذه الدول العربية. سأعرض الآن هذه النسبة تنازلياً. الدولة العربية التي يتحدث أغلب سكانها اللغة العربية كلغة أم هي تونس بنسبة مئوية تساوي 99.4% من سكان الدولة، تليها مصر ثم الأردن وهكذا. سأقول